صراحة الله يومين هذه ما خوكم فوق يعني ما الموتور كان خسر ليا ما لقيتش فين نخرج فين ندخل وكنت كنمشي على الكورس عادي كنمشي لمدينة كتعدى الماي ونصيت انا واحد التصويره في قلت نشري موتور واحد اخر لان صافيش هادو قليل اللي كيصلحهم الناس اللي يسفروا ولا تافات ما كتلقاش لا ميكانيك ديالهم يعني التريسيان ديال الطول ديالهم ما تلقاهمش ولكن الحمد لله سخر الله واحد السيد الاخ عزيز كنشكره بزاف مسكين هو المهم على حد العين ديالو تبارك الله ما شاء الله عليه من الحمد لله دابا راه البانات وما غادي نبداو بها سير حتى يستمر تعالى ان شاء الله كنشكر الاخ عازم كنشكر الاخ حسن حسن بزاف بزاف الله يحفظه ويسر الامور ديالو هذا واحد الفيس تاع لكم هذا لاكارت هذه تحط له واحد الفيس هنا كنوريك اخي سهيل ما شاء الله الامور غادي تكون مثلا والله دابا هذه 3 ايام هذه 3 ايام قولها ما 3 ايام هو البارح كاع ما خرجش من الدار كاع بقى نهار كامل نعس ها ها لا ما كيسنيش اما كسيري شويه في الموتور ليه كسيري شويه ها وراه كسيري شويه هانت الله عشرين وشويه شويه حرومين قاتل ديال الاخر تما ما خدامش لا عالي ولا لا يسير لهذاك الاخر ما كاينش تكرون تصور تكرون يعني كل واحد بوحدو هما ولا بلاش اشوف انت لا لا بلاش يخليهم غير هبط ماشي مشكل برا غير مديباني هذاك وصاف ايوا ما شاء الله صافي كتكتب عليك الحاجه راه كتكتب هذاك كانوا غيهزوه وهرسوه البارح والبارح هاي ذاك البلاصه هذه هادي كان كتصيب الكولا
صايب خاتو صغير كورة كان هو جاي وانا يا كان شنو بغيتي انا كنشري نجيب الكورة ها جا ها جا كنشكر الاخ عزيز بزاف وكنشكر الاخ الحسن الله يحفظك على الامور ديالو اللهم تعالى يحفظنا فيكم جميعا يا رب شكرا لكم بزاف بزاف المهم الحمد لله كتعرفوا الانسان الشخص المعاق راه هذاك الوالد اللي هو عينيه هو كلشي يعني ضروري ان الموتور شي حاجه ملي كتعود عليه راه ممكن تشوف ملي كتفاش كتركب في الكروسه عاديه راه كتحس بالفرق وكتحس انك راك معاق وكنشكركم بزاف ولكن هذه غنكون في خاطر دابا تحلات لك الشهيه ياك ايوا حاول بلاتي راشي ميكا انت ولف دير في الميكات راشي ميكا ديرو كاسكروت الله يحفظكم على العصابة وتحية لكم كامل شكرا لكم بزاف الحمد لله صحيح الاخ عزيز كنشكرو بزاف على العظيمه تاعو كنتمنى هاد الناس اللي كيحاولوا يسمعوا اخيكم والله الا كيجي صعيب انك تركب في ديك الكروسه عاديه حتى علاش ملي تسكرو فيها العقابي هذاك العقابي يعني اش نقول لك ضروري خصنا شي واحد باش يعاونك يدفعك يدفعك طلاق ضروري ولكن بحال هذا كيسهل عليك الامور كنقول صافي راه خسر ولا القسم بالله لا كنقول صافي خسر ولكن الحمد لله كنشكر بزاف كنشكر الاخ الحسن تا هو ولد المولي جاب لنا داك الدري هذاك الحمد لله راه كصافي الانسان المعاق هذا هو رجلي هذا هو يدي هذا هو عيني نقول له دابا سخر الله تعالى قضيو به حتى يسهر الله تعالى نشري شي واحد جديد ان شاء الله باذن الله والله يسر الامر والله الا خوتي راه فاش وقف ليا راه 3 ايام 40 نهار نهار الجمعه اتصل بواحد الاخ في الريش في الراشديه اساسا انا شفت عند واحد الموطور قال لي حتى العشيه اذا ما تباعش سبحانك الله سبحان الله ديك العشيه هذيك جابت الدري اخ عزيز المهم نقولوا صحه وصافي المهم دي بانات وصافي انا اساسا باش نتحركوا بالصافي راه كان يسهل الله تعالى نشوف شي واحد جديد ان شاء الله يلاه خوتي نشوفكم فين نحييكم ونشكركم بزاف على الدعم ديالكم ونشكركم بزاف على تعليقكم من الوقت يحييكم واستودعكم الله واتمنى الله خيركم في الفيديو القادم باذن الله السلام عليكم.